قصة حقيقية. أنا اسمي كريستين كولينز، ابني اللي عمره 9 سنين والتر كولينز اختفى فجأة، وبعد 5 شهور الشرطة جابت لي ولد من مقاطعة ديكالب أوليانار. هالولد مو ابني. عن معاناة أم. أنا بدي أعرف ليش هيك عم تساوي. بطلتوا تدوروا على ابني. شلون يعني بدك إيانا نرجع؟ هاي مزورية كورنتو. بالأساس لقيناه فعلاً. هالقصة لازم تنتهي فوراً. شو عم تساوي؟ في البحث عن ابنها. بدنا نعرف شو عملت مع كريستين كولينز، وما في داعي تحاول تكذب. انت اللي قتلت ابني. انا ماني امك. انجلينا جولي في تشينجلينج الخميس 9 مساء بتوقيت السعودية على OSN شاشة. هوليوود تتكلم عربي.